طيب كمان الرئيس الحقيقة ربط الشق السياسي والشق الاقتصادي ببعضهم البعض أستاذ عادل، وكان الحقيقة قال يعني كذا تصريح معناه أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من محاربة الإرهاب، أشار للعملية الشاملة سيناء 2018، أشار أيضا لأن احنا طول ما في اقتصاد قوي وتنمية مستدامة مش هيكون في إرهاب، أو هيكون صعب جدا استقطاب أي مواطن أن هو يبقى عنده فكر متطرف، صحيح. مش في مصر بس، في العالم كله. إذن الإرهاب مش شخص ومش قصر على الدول العربية بس، زي ما كان دايما بيحاولوا ان هم يصدروا هذه الفكرة في يعني السنوات اللي فاتت، ان الإرهاب زي ما طال الدول العربية وطال مصر طار جميع دول العالم. إذن هو احنا عندنا دلوقتي هدف واحد وهو محاربة الإرهاب، ومعروف جدا ويعني واضح جدا ان حرب الإرهاب بتيجي على جانب تنموي وجانب عسكري كما رأينا صحيح. في العملية شوفي الشاملة مصر سنة طوال الوقت، يعني الرئيس قدم رؤية مصر لمحاربة الإرهاب، وطوال الوقت مصر لديها رؤية شاملة ليست الرؤية قاصرة في مواجهة الإرهاب. مسألة مش مسألة محاربة بالسلاح فقط، بالضبط. إنما الإرهاب ده موضوع كبير جدا، موضوع كبير جدا بيتطلب سواء لدى الدول تحارب الإرهاب هناك تنمية اقتصادية شاملة، تجفيف منابع الإرهاب، تجديد خطاب ديني، تعليم إلى وتجارب آخره. بقى، تجارب تعليم، تجارب صحة، تجارب تجديد بالتأكيد، خطاب ديني، لكن تجارب عديدة يعني صحيح لازم ان احنا نتخذها. معك، لكن انه الشق الاخر بقى انه يجب ان تتوافر اراده سياسيه دوليه بالفعل، يعني مصر والرئيس طالب بده، انه لابد ان تكون هناك رؤيه دوليه موحده تجاه الارهاب، والبعض كان طالب بضروره عقد مؤتمر دولي لمحاربه الارهاب بحيث ان تكون هناك قرارات، او اولا الاتفاق على مصطلح الارهاب، ثانيا يكون هناك قرارات يعني نافذه وقويه ضد كل من يمول ويدعم والى اخره، كما طلبت مصر قبل ذلك وطلب الرئيس السيسي في كلمته. يجب ان يكون هناك توافر اراده سياسيه لدى المجتمع الدولي ولدى القوى إرادة الكبرى سياسية بالذات عملية يعني بالظبط نعمل بها. تجاه رؤيه موحده لمحاربه الارهاب، لانه انت بتتكلمي دلوقتي زي ما اشار الرئيس انه ليس ارهاب عادي، لم يعد ارهاب تقليدي كما كنا نشاهده في التسعينات مثلا او في مش الثمانينات، عصابة ضد لا اصبح دلوقتي شعب ومش جيش ضد لا جيش، هو خالص، ده تنظيمات دلوقتي تنظيم. متصله باجهزه مخابرات عالميه، دول ما شاء الله دلوقتي بتدعم وبتمول بكل وتمول الأشكال، الارهاب بكل الاشكال، إعلاميا وماديا واصبح ذلك وأسلحة مكشوفا ومعروفا، يعني ما اصبحش شيء مخفي، اصبح مكشوف ومعروف لدى الجميع. فبالتالي انه اللي بتطالب به مصر وتأيدها فيه عدد كبير من الدول، انه يكون هناك في اراده سياسيه حقيقيه لمحاربه هذا الارهاب، سواء بقى بالدعوه الى عقد مؤتمر دولي للارهاب زي ما عقدنا عشرات المؤتمرات الدوليه للسلام، لازم يكون ايضا هناك مؤتمر دولي حول الارهاب اتخذ فيه قرارات نافذه، لانه المساله اصبحت مكشوفه ومعروفه، يعني تمام. وتحديدا اللي احنا بنقول توافر الاراده السياسيه بين الولايات المتحده الامريكيه بصفتها القوه العظمى الاولى في العالم. طيب.